أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث في تركيا. يبقى الزلزال وحديثه وتبعاته حاضرة في الساحة التركية رغم تتابع الكثير من الأحداث بعده. ففي الأيام الماضية كانت هناك الكثير من الزلازل ولكن على الساحة السياسية والاقتصادية. ولكن دعونا نبدأ من تبعات زلزال الأرض، فما زالت الأرض غير ثابتة وغير مطمئنة، خاصة في المناطق الجبلية التي يتوقع سقوط الصخور بها. وهذا مقطع فيديو يوثق الصخور التي تدحرجت من على سفح أحد الجبال بمحاذاة المنازل السكنية في منطقة كاهتا التابعة لولاية أديامان التركية، فنشاهد.